متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم أجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا تتواصل تحديات هذا التنشيط ضمن هذا المهرجان الكبير في مهرجان الملك عبد العزيز رحمه الله وطيب الله ثراه على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا يوم ختام التنشيط المتميز، تحديات الكبار وانطلاقة الكبار ومسار الكبار، سن الحيل وتحديات الحيل. 8 كيلومترات هي الحكاية والرواية المصاحبة لهذه الشعارات الكبيرة الزاهية الذي تزين أرضية الميدان. انطلق هؤلاء الملاك بما يملكون من طاقة، من إمكانيات كبيرة، من تحديات مثيرة هنا في هذا المهرجان الغالي، في أغلى المهرجانات، في أكبر الكرنفالات. ننطلق وإياكم إلى بداية هذا الشوط والبداية والعنوان. هنالك بن طحنون ينطلق على البداية، بوفهيد يقدم لنا هملولة، ينطلق فهد بن فهيد بن علي بن طحنون الهاجري على البداية على مقدمة هذا التحدي. هنا بقيادة وريادة لهملولة المنطلقة على بداية التحدي، بينما المركز الثاني وصلت الآن وتقدمت. هنالك بينونة يصلون الضيوف الآن، وصلوا الأشقاء من دولة الإمارات قادمين أبناء الظفرة ليبانون الآن مع بينونة بهذا الشعار الكبير. يتواجد شعار المنصورية، محمد بن محمد بن زايد المنصوري يتواجد ويحتل المركز الثاني. ينطلق الآن مع بينونة المركز الثالث، وصلت وتقدمت الآن مودة مودة أحمد بن سالم بن سيف بن سالم الجابري هو المعلن للتواجد الآن مع هذا المسار والانطلاق. بينما المركز الرابع متابعينا ومشاهدينا الكرام وصلت الآن وانطلقت، هنالك طماعة لينطلق غانم بن فارس الفندي المزروعية الطامع بالانتصار في أول أشواطنا لهذا الصباح، أول أشواط الحيل. ينطلق المزروعية بطماعة هنا مع هذا الانطلاق، والكل طامع بالنوماس والانتصار. المركز الخامس وصلت الآن وتقدمت، هنا وعد وعد هي القادمة، وخليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمية ينطلق على المستوى الخامس وتحديات خامس الأسماء، سادس المراكز. وصل شعارك يا بن سند، يتقدم علي بن سند بن سعيد الجهني يقدم لنا غادة وانطلاقة، غادة المنطلقة الآن على المستوى السادس. سابع الأسماء حفلنا ومتابعينا الكرام، وصلت الغزيل ليتواجد سالم بن محمد بن مبارك المسعر الدوسري، بينما المركز الثامن انطلقت الآن واندفعت في هذه اللحظات. هنالك القادمة، هنالك التماس، وصلت الآن في هذا الشوط الحساس. سفر بن عقاب بن مساعد الشريف يتواجد مع شعاره، مع شعار أبناء الطايف المركز الثامن أو التاسع. وصلت الآن الذيبة ليتواجد علي بن أحمد بن محمد آل بوعنين،
ينطلق الآن يقدم لنا الذيبة، بينما عاشر الأسماء والقادمة الآن وصلت الشامخة. هنا في هذا الشوط الشامخ حمد بن عبد الله بن حمد بن سعيد المري. هكذا حفلنا متابعينا الأعزاء، كان أول النداءات أول التحديات، شوط الحيل الأول هنا مع التحدي مع العمالقة مع الكبار مع اندفاعة الشعارات والأسماء الكبيرة. العودة حيث البداية، حيث الحوار الثنائي ما بين بن زايد وما بين بن طحنون. بينونة على مقدمة الشوط محمد بن زايد المنصوري على البداية على المقدمة الأولى، مع بينونة المتواجدة على عرش الصدارة هنا بتحديات بن زايد. من ينطلق على بداية هذا الشوط؟ ينطلق محمد بن زايد المنصوري، بينما بن طحنون على المركز الثاني مع هملولة وفهد بن فهيد. بن طحنون الهاجري المتقدم الآن على المستوى الثاني وتحديات ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت الآن هنا شعار أحمد بن سالم بن سيف الجابرية مع مودة وانطلاقة مودة، بينما المركز الرابع والقادم الآن هنالك شعار النعيمية مع وعد خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي، من يتواجد على المركز الرابع وتحديات رابع الأسماء. هنا مع هذا المسار ينطلق النعيمية ويقدم لنا شعاره على رابع الأسماء. خامسا وصلت الذيبة، معك يا أبو أحمد علي بن أحمد بن محمد آل بوعنين المتواجد المنطلق على المستوى الخامس وخامس الأسماء. سادس المراكز وصلت الآن وتقدمت مع الدوسري سالم بن محمد بن مبارك الدوسري مع الغزيل وانطلاقة الغزيل، بينما سابع الأسماء وصلت الآن غلا قادمة حاملة آمالي وطموحات أبناء ميدان الشهيد، ليتواجد بن زبران هنا مع هذا الانطلاق. نادر بن زبران بن محمد العجمية يتواجد ويحتل المركز السابع. ثامنا شعار بالراية يقترب الآن مع تحديات واندفاع شعاره مع انطلاقة المتحدة سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المرية. ثامن الأسماء هنالك عروبة، ليتواجد بن بخيتة، هنالك جابر بن هادي بن مبارك بن بخيتة المرية، هنالك وصلت غادة علي بن سند بن سعيد الجهنية عاشر الأسماء، هنالك شعار رايد بن دخيل الله القرشي مع الغزيل. هنا مع هذا التحدي ها هم سكان الصدارة عشاق المقدمة يا متابعين. 3 كيلومترات على النهاية على الصراع الكبير والمثير هنالك مع انطلاقة الظفرة مع الإعصار الغربي إعصار الظفرة. هنا ينطلق الآن على بداية الشوط ليتواجد محمد بن زايد المنصوري على بداية الشوط، بداية التحدي قائدا رائدا لمجريات هذا الشوط لشوط الحيل الأول. هنا مع التحدي مع الإثارة الكبيرة يا بن زايد هنا مع الانطلاق مع التحدي تحاور وتناور على الصدارة، تقول من أراد المنافسة القوية فليقترب إلى البداية إلى مكان هذا الشعار الدائم شعار الإعصار. ينطلق على البداية على مقدمة هذا الشوط بو زايد، هنا يزيد الآن من سرعة الظفرة لنيل النوماس الغالية هنا بشعار أبناء الظفرة على البداية على القمة مع تحديات الظفرة الظافرة بالصدارة بالكادر الأول. وحيدة تغرد خارج السرب، ولكن الكم
الاسم الهائل من الاسماء يا ابو زايد. بدات تقترب، بدات تقلص الفارق مع انطلاقه لوحه الاثنين كيلومترات المتبقيه للنهايه، للصداره، للنوماس الغاليه في اغلى المهرجانات. هنا مع الظفره، الظفره على البدايه، النعيمي واصل، واصل مع تحديات وانطلاقة الآن. وعد وعد هي القادمة الآن مع خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي، وكذلك جنبا إلى جنب مع شعارك يا الجابري أحمد بن سالم بن سيف بن سالم الجابري مع مودة. وصلت الآن الذيبة، الذيبة حاملة آمال وطموحات أبناء النعيرية. ينطلق أبو عنين يتابع علي بن محمد بن محمد آل بوعنين بقيادة تركي بن مطيع الظفيري، من يتابع يرافق الذيبة في هذا المسار الأول. الله يا شوط الحيل، تحديات الحيل، تحركت الأسماء الكبيرة، وصلت الآن، تقدمت الآن. هنا مع المري الشامخة في الشوط الشامخ يتحرك حمد بن عبد الله بن حمد بن سعيد المري، وصل، وصل الآن بن سويحي. خلك صاحي الشمري، هذا الشوط، هذا الشوط شوطنا الرئيسي يا سويحي، يا بن خيلان، يا بن عايش، يا الشمري. الجذابة هي القادمة الآن على المركز الخامس. العودة، العودة وياكم مع محيط الرعب. هناك الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا بن زايد. هنا محمد بن محمد بن زايد المنصوري مع مقدمة الشوط، مع الظفرة منذ البداية حتى هذه اللحظات، مع الظفرة ظافرة بالصدارة بمقدمة التحديات الأولى. الذيبة قادمة مع أبو عنين، معك يا أبو أحمد علي بن أحمد أبو عنين قادم بكل قوة. هنا على المركز الثاني أرى شعار بالراية وشعار الجابري، الأسماء القادمة، العودة حيث الإحصار، حيث الإحصار الذي يبع البداية على مقدمة التحدي. محمد بن محمد بن زايد المنصوري مع 600 متر الأخيرة النهائية. هنا مع الظفرة، سقل داركم يا أهل الظفرة، يا أهل الظفرة، أبناء، أبناء الغربية ينطلقون مع أبو زايد كما عودهم دائما وأبدا. محمد بن محمد بن زايد المنصوري من دون أوامر ولا تعليمات. الله الله الله، أسعد الله صباحك يا أبو زايد على هذا العرض الأخير النهائي لعشاق هذا الشعار، هذا العرض الختامي مع ختام هذا اليوم. تحديات الكبار، يظهر الكبار أبو زايد، أبو زايد أسعد الله صباحك، 10 على 10. سلام يا الظفرة، سلام، سلام يا الظفرة، سلام، سلام يا الإحصار، الإحصار الغربية دائما مع النوماس، مع السلام. غرقة وللظفرة بالسلام يا أبو زايد من هذا الشعار الكبير والمثير. تانينا لمحمد بن زايد المنصوري، من قدم لنا الظفرة في أول الأشواط كأول الظافرين بالنوماس وبالانتصار. تانينا لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز والانتصار. ثانيا هنالك مشاهدين الأعزاء شعار بالراية مع المتحدة سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري، مع المتحدة ثالثا شعار أبو عنين علي بن أحمد بن محمد أبو عنين مع الذيبة، رابعا فكانت وعد ومع خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي، خامسا نترك لجنة الخط والتحكيم. هكذا كانت النتيجة وكانت الظفرة. توقيتها الزمني ساعة الوصول للظفرة لتعلن السلام والانتصار لأبناء الظفرة ولمحمد بن محمد بن زايد المنصوري، من حل بالانتصار والسلام. توقيتها مشاهدين الأعزاء لحظة إعلانها وتتويج بو زايد بالنوماس، 13 دقيقة 22 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد المنصوري ثانيا. فكانت المتحدة مع شعار بالراية 13 دقيقة، من حلت على المركز الثاني
هنا في هذا الانطلاق شوطنا القادم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، شوط الرئيسي وتحديات الشوط الاول، والزميل راشد بن طلال قلب قمي. اللهم نبدأ وعليك نتوكل ومنك طلب السداد والتوفيق والنجاح. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، متواصلين مع حضراتكم في انطلاقاتنا المتواصلة، انطلاقة يومنا السابع في انطلاقات هذا السباق الافتتاحي الأول التابع لجائزة الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا اليوم المخصص لسن الحول والزمول، ومسافة 8 كيلومترات هي المسافة الحاضرة معنا في هذا المسار وفي هذا السن. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط، المركز الأول مشاهدينا متابعينا الأعزاء، من يفتتح إذاعة هذا الشوط؟ السيد عبد العزيز بن ناصر بن محمد المكيرش مع الباسل على المركز الأول. نقلتنا على المركز الثاني محمد بن أحمد بن سعيد مع النصر على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول رايد بن دخيل الله الوعيلي القرشي مع الفايز على المركز الثالث. المركز الرابع محمد بن مانع بن محمد بن دواس العامر قادم مع صوغان. مركزنا الخامس الله حمد بن حمد العامر مع مبعد على المركز الخامس. المركز السادس المتسلل والقادم شعار السيد عزام بن ناصر بن رضا الزيد الشريف مشاهدين الكرام مع العابر مع المركز السادس. مركزنا السابع يا سلام شعار السيد عيكان بن جابر بن راشد المري مالك صوغان. المركز الثامن القادم فهيد بن علي بن بتل المري مالك الشبابي. تاسع المراكز مشاهدين الكرام علي بن مسفر الفطاح اليامي مع الحذر. والمركز العاشر مشاهدين الأعزاء محمد بن حمد بن عبد الله الفهيدي المري مالك معزز. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة والنداء الأول منذ انطلاقة هذا الشوط، الشوط الأول الرئيسي للزمول لمنافسات أبناء القبائل. يا سلام نعود إلى مقدمة الانطلاق، إلى صدارة الشوط، إلى من يسيطر في المقدمة والصدارة. مشاهدين الكرام شعار المكارش يسيطر، ينطلق يندفع منذ الانطلاقة، منذ أن أعلنت انطلاقة هذا الشوط. عبد العزيز بن ناصر بن محمد المكارش أحد أبناء ميدان القصيم العانين والطامحين للمشاركة في هذا السباق، هذا السباق الافتتاحي الأول. الله يا المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدين الأعزاء دورنا مع المركز الثاني القادم للسيد المركز الثاني للسيد محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد مع النصر على المركز الثاني. المركز الثالث للسيد رايد بن دخيل الله الوعيلي القرشي مع الفايز على المركز الثالث. مركزنا الرابع العامر قادم السيد محمد بن مانع بن محمد بن دواس العامر مع صوغان على المركز الرابع. خامسا مشاهدين الكرام للسيد محمد بن حمد العامر
محمد بن محمد العامر مع الحاكم، لكن نعود مع الانطلاق مع الصدارة اللي يسيطر على الأمور. ينطلق انطلاقاته المعتادة. يا سلامي على الباسل عبد العزيز بن ناصر بن محمد المكيرش، يسيطر يقود المشاركين، يندفع في الصدارة، ينطلق انطلاقاته المعتادة. يا سلام، الله، حرص الجميع المشاركة في هذا السباق. النقطة غالية، النقطة محسوبة في جائزة الملك عبد العزيز في السباق الافتتاحي الذي حرص أبنائي دولي مجلس التعاون الخليجي للمشاركة معنا. نرحب بالجميع. يا سلام، المركز الثاني القائد محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد مع النصر على المركز الثاني، ولكن الفائز قادم، السيد رايد بن دخيل الله الوعالي القرشي قادم على المركز الثالث، لكن المركز الرابع، الله، شعار بو دواس اللي قادم، السيد محمد بن مانع بن محمد بن دواس العامر قادم مع صوغان على المركز الرابع والمركز الخامس. يا سلام، القادم محمد بن محمد العامر مع الحاكم على المركز الخامس. سادسا اللي قادم السيد عبد الله بن خويران بن هادي العرجان مع مهاجر سابع المراكز، شعار السيد سفر بن عقاب الزيد الشريف، المركز الثامن. مشاهدينا متابعينا الكرام، السيد سعيد بن علي بن سعيد البريس المري مع سحاب مركز الثامن، المركز التاسع. مشاهدينا متابعينا الكرام، شعار سيد المركز العاشر للسيد عزام بن ناصر بن رضا آل زيد مع المركز العاشر، لكن نعود للمقدمة، ننطلق مع الصدارة. الله، يلي يسيطر على الأمور، اللي يقود المشاركين، يندفع مع لوحة 4 كيلومترات، ما تفصلنا عن السلامات. الله، منذ الانطلاق الباسل يسيطر على أموري ومجريات هذا الشوط، يقود المشاركين، ينطلق، يندفع، باحثا عن ناموس غالي، باحثا عن نقطة غالية مسجلة في رصيد هذا البعير اللي ينطلق في المقدمة، ينطلق في الصدارة. يا سلامي على المكيرش عبد العزيز بن ناصر بن محمد المكيرش، يا سلام. لكن الأخوان قادمين، الأخوان هاجمين. المركز الثاني محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد مع النصر اللي قادم على المركز الثاني، وعين على الانطلاق والاندفاع. أيضا القرشي أحد أبناء ميدان الطائف اللي قادم، الفائز السيد رايد بن دخيل الله الوعيلي القرشي على المركز الرابع، المركز الخامس. يا سلام، ايضا السيد محمد بن مانع بن محمد بن دواس العامر مع صوغان على المركز الرابع، مركزنا الخامس. المتسلل والقادم صوغان، يا صوغان، السيد عيكان بن جابر بن راشد المري، انقضت نصف المسافة، تبقى النصف الاخر، ولكن المكيرش ما طاع تسليم المقدمة. مالك الباسل اللي ينطلق، عبد العزيز بن ناصر بن محمد المكيرش، الله، يسيطر على الأمور، ينطلق ويندفع اندفاع كلي على المقدمة بدون أي منافس حتى هذه اللحظة، يسيطر على الأمور، يسيطر على الصدارة، ماسك زمام الأمور، يحافظ على هذا المركز، المركز المطلوب، حلم الجميع. الله، المكيرش ينطلق ليبعث بالسلام لأبناء ميدان القصيم اللي حاضرين ومشاركين عانين لناموس طيب في هذا المهرجان. يا سلام، لكن المركز الثاني القادم الواصل محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد، مشاهدين الكرام، مالك مبعد اللي على المركز الثاني، العامر قادم. يا سلام، محمد بن مانع بن محمد بن دواس العامر مع صوغان، أيضا صوغان الآخر على المركز الرابع، دعيكان بن جابر بن
راشد المري مع صوغان، يا سلام وصل الوصلون، وصل شعار بن بتلة اللي قادم مشاهدينا متابعينا الكرام، قادم على المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء للسيد فهد بن علي بن بتلة المري الشبابي على المركز الخامس. لكن حد شاف الباسل 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 اللي قاد المشاركين، حافظ على هذا المركز، انطلق يا المكيرش، روح بالسلامات بالناموس الغالي في هذا المهرجان الكبير اللي حرص الجميع على المشاركة. يا سلام إلى هذه اللحظة يقود المشاركين، ينطلق الباسل عبد العزيز بن ناصر بن محمد المكيرش، يا سلام 2 كيلومترات خطيرة تفصل عن السلامات والناموس. المركز الثاني محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد النصر، المركز الثالث شعار بن بتلة، قادم فهد بن علي بن بتلة المري الشبابي، المركز الرابع وصل بن جروح اللي يداوي الجروح، الله فهد بن عبد الله بن جروح الشمبري، متعب متعب يا متعب. المركز الخامس السيد محمد بن مانع بن محمد بن دواس آل عامر مع صوغان، وصلوا العمالقة، وصلت الأسماء الكبيرة، الله. لكن المكيرش ينطلق بالصدارة، يحافظ على هذا المركز، ينطلق ينطلق ينطلق، الله. الباسل الباسل، روح اضرب بلالي وروح المكيرش، الجماعة واصلين 2 كيلومتر، ناموس غالي ناموس طيب في هذا المهرجان في السباق الافتتاحي الكبير. ينطلق ينطلق مشاهدين الأعزاء، ينطلق الباسل السيد عبد العزيز بن ناصر بن محمد المكيرش، المكيرش أبناء القصيم ينطلقون مع هذا الشعار. لكن الهاجمون وصل الواصلون، الله. القادمون محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد مالك النصر بن جروح قادم، مالك متعب متعب متعب، فهد بن عبد الله بن جروح الشمري قادم أيضا، القدوم من شعار سيد عبد الله بن خويراء بن هادي العرجاني مشاهدينا الكرام مع المركز الرابع شعار بن بتلة على المركز الخامس. لكن قدمنا وروح، انطلق مع الصدارة، انطلق مع المشاركين، أكثر من اسم هدير الزمول 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 الزمول، ينطلق انطلقات، الله ما شاء الله عليهن، ما بين شعار المكيرش اللي ما طاح تسليم الأمور، لكن أكثر من اسم، يا سلام منظر منظر مهيب، 4 بعارين في موقع واحد، 4 أسامي في موقع واحد في موقع الشرف مشاهدين الأعزاء، ينطلقا ينطلقا ما بين اسم وما بين اسم. لكن اللي غير، انطلق محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد 900 متر أخيرة، اضرب بلالي وروح، انطلق 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 إلى الناموس. لكن العرجان يحاول، الله، عبد الله بن خويراء بن هادي العرجان يحاول، بن بتلة قادم أيضا، القدوم المتسلل أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي أحد ضيوفنا القادمين للمشاركة. لكن الانطلاق، انطلق محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد، الله يا النصر، انطلق 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 إلى المقدمة والصدارة. النصر 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 مع 600 مع 500 500 متر أخيرة، مالك النصر السيد محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد، يا سلام، ينطلق يندفع إلى الانطلاق والاندفاع، اضرب بلالي وروح، الله. 300 متر أخيرة، لكن الهاجم القادم أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي، مالك مرسان مرسان والنصر، لكن النصر أقرب للنصر، أقرب للناموس، أقرب للسلامات، ينطلق انطلاقته مع 200 متر الأخيرة، بسم الله ما شاء الله، ما يحتاج للالي، خلاص ناموس وجابه، الناموس وجابه، والعوض في القادمات في مهرجان الملك عبد العزيز بعون من الله وتوفيقه. تهانينا وناموس محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد على فوز النصر بالمركز الأول. المركز الثاني أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي، المركز الثالث لسيد عيكان بن جابر بن راشد، المركز الرابع فهد بن عبد الله بن جروح، المركز الخامس للسيد عبد الله بن خويلان بن هادي العرجان. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نعود بالتوقيت الزمني، ساعة الوصول
خط النهاية مع الفوز والناموس. ساعة وصول النصر محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد توقيته الزمني 14 دقيقة 51 ثلاثة أجزاء من الثانية تانين، والناموس حل في المركز الثاني. السيد أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي، وتوقيت الزمن 13:56 ثلاثة أجزاء من الثانية تانين، والناموس المركز الثالث. المركز الثالث للسيد فهد بن عبد الله بن جروح الشمري 13:58 ثمان اجزاء من الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، حظا اوفر لمن لم يحلفهم الحظ. مشاهدينا الكرام، اترككم الان مع لقطات مختاره حتى انطلاق شوطنا القادم، والزميل سلطان بن يحيى العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بداية أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. هكذا انطلق هذا الشوط، شوطنا الثالث في مجموع أشواط هذا الصباح الذي نشهد وإياكم فيه منافسات وتحديات سن الحيل والزمول. انطلق شوط الحيل في هذه اللحظات لتنطلق الأسماء والشعارات باحثة عن الفوز والانتصار في هذا السباق الافتتاحي ضمن مهرجان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. هذا المهرجان الذي يحمل الاسم الغالي على قلوبنا، من أجله أتى المشاركون، من أجله أتى الباحثون والمحبون لهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله أسير بحضراتكم مع مقدمة الشوط ومع الانطلاق في هذه اللحظات، مقدما بينونة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري شعار الأعصار الغربي، من يتقدم مع بينونة أمام الجميع ظاهرة وباينة من أجل الانطلاق إلى المركز الأول وإلى الناموس الغالي. بينونة مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أرى وأتابع الوصول والانطلاق في هذه اللحظات من شعار اليمامة سلمان بن سليمان بن زعل العطوي، من يقدم اليمامة أحد المشاركين القادمين من ميدان منطقة تبوك. المركز الثالث من تصل في هذه اللحظات ويتقدم شعار بن طحنون فهد بن فهيد بن علي الهاجري، من يقدم الناوية وعلى ويش انت ناوي يا الهاجري يا الهاجري، من يقدم ناوية مع المركز الثالث. من الجانب الآخر هنالك الوصول والانطلاق من الفارسة يا الفارسة محمد بن علي بن ناصر الغفراني، من يقدم
حسام الفارس مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك ناصية خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. المركز السادس أروى وتابع شعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري مقدما المدينة مع سادس المراكز. المركز السابع هنالك الجذابة مبارك من يتقدم مع الجذابة مبارك بن جابر بن هادي آل بخيته المري من يتقدم مع المركز السابع. المركز الثامن أروى ويتابع الوصول والتقدم من الأسماء هنالك سلاطين عبد الرحمن بن مسلم العطوي من يقدم سلاطين مع المركز الثامن. المركز التاسع هنالك الفائز محمد بن خريص بن حزام العاطفي. والمركز العاشر هنالك خيرة سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجهني. وأيضا هنالك القدوم من ميزة سيف بن مكتوم الفندي بن غانم المزروعي من يتقدم. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا محبي وعشاق هذه الرياضة مشاهدين هذه الانطلاقات الكبيرة في مهرجان الملك عبد العزيز. انطلقت الأسماء وانطلقت الشعارات من أجل الفوز والنقطة الثمينة في هذا الصباح في ختامي أيام هذا السباق الافتتاحي. ولكن مقدمة الشوط يا المنصوري مقدمة الشوط ما زالت مع شعارك مع بينونة مع المركز الأول بينونة مع مقدمة الشوط. من تنطلق من تندفع مع محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. انطلق مع بينونة حضر في هذا الصباح لتحضر بينونة بهذا الشعار من أجل الفوز والانتصار في مهمة كبيرة كلفت بها بينونة في هذا الشوط من أجل الانتصار. ولكن يا المنصوري هنالك منافسين هنالك متحدين عمالقة وكبار قادمين لا محالة مع الأمتار القادمة. الهاجري مع المركز الثاني فهد بن فهد بن علي الهاجري من يقدم الناوية أحد الناوين على الصدارة الناوين على الانتصار. الله يا فهد يا بن فهد يا الهاجري من قدم بينونة مع المركز الثاني. المركز الثالث أيضا شعارك المنصوري من يحاصرون المقدمة من يتقدم مع المركز الثالث. شعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري من يقدم المدينة. المدينة هي المدينة بالفعل تحمل على ظهرها شعار يحمل العديد والعديد من الإنجازات ويحمل العديد من الألقاب. الله المركز الرابع هنالك المركز الرابع هنالك الجذابة الجذابة تنطلق مع المركز الرابع مبارك بن جابر بن هادي آل بخيته المري من يقدم الجذابة مع المركز الرابع. المركز الخامس ناصية مقدمة الشوط وهي ناصية المراكز المتقدمة من أجل الظفر بهذا الناموس الغالي. خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي يا بن ثاني يا بن ثاني النوماس هو المطلب الرئيسي وما له ثاني. بالفعل المركز السادس هنالك شعار الفارس من يتقدم مالك الفارس من يحارب من أجل الفوز من أجل الانتصار الغفراني محمد بن علي بن ناصر الغفراني مع المركز السادس. المركز السابع هنالك من تتقدم اليمامة سلمان بن سليمان بن زعل العطوي. أيضا هنالك الوصول من المركز السابع من سلاطين
أو الثامن سلاطين عبد الرحمن بن مسلم النمران العطوي المركز التاسع. هنالك الوصول من خير سليمان بن سلامة بن سليمان الفايد لجني. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة للمراكز المندفعة. ولكن مقدمة الشوط المنصوري المنصوري من يغادر في هذه اللحظات؟ من ينطلق ويباعد المسافة ما بين وما بين بقية المشاركين؟ يغرد وحيدا خارج السرب مقدما لنا هذا الاسم الكبير، مقدما لنا هذا الاسم العريق، مقدما بينونة. يا بينونة يا بينونة، من تنطلق منذ إعلان انطلاقة هذا الشوط وهي مسيطرة ومتحكمة ومتمكنة من مجريات هذا الشوط؟ من تقود الأسماء مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط؟ محمد بن زايد بن خلفان المنصور الشعار الذي أحرز العديد من الألقاب والنواميس. المركز الثاني هنالك شعار الغفراني وصل مع الفارس. الفارس يا محمد يا بن علي يا بن ناصر يا الغفراني، الله يا الغفراني يا الغفراني. من يتقدم مع المركز الثاني؟ من يتسلل؟ من انطلق ويبحث عن الانتصار؟ يبحث عن سحب البساط من تحت أقدام بينونة. ولكن هنالك الأسماء القادمة، هنالك الأسماء المتقدمة وصلت في هذه الأثناء. الشامخة القحطاني وصل مقدم الشامخة مشبب بن محمد بن فلاح آل بهيان القحطاني وصل مع الشامخة. الله يا المركز الرابع أيضا هنالك خير سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني والخير فيما يختاره الله يا جني. المركز الخامس هنالك ناصية خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. ولكن يا النعيمي، من سينعم بالانتصار؟ من سينعم بالنوماس الغالي بهذه النقطة الثمينة على أرضية ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة؟ الله الله المنصوري يقول الشوط شوطي، الشوط شوطي، والنوماس نوماسي مع بينونة مع المركز الأول رافع راية التحدي من خلال انطلاقة بينونة. بينونة بينونة بينونة، الله يا بينونة، انطلقت مع المركز الأول وانطلق المنصوري. وهذا الشعار بان جنونة، بان جنونة مع بينونة مع المركز الأول. ولكن القحطاني مشبب بن محمد بن فلاح القحطاني واصل مع الشامخة. خطير هذا الشعار، خطير هذا الاسم القادم مع مركز الوصافة. يا مشبب يا مشبب يا مشبب، من يتقدم مع المركز الثاني؟ أيضا المركز الثالث خير سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني. المركز الرابع هنالك تتقدم سلاطين عبد الرحمن بن مسلم العطوي عملية التضمير عند غازي بن عبد الرحمن العطوي. ولكن نحن في الكيلومتر الأخير يا من تشاهدون ويا من تتابعون، ولكن بينونة بينونة بدون أوامر حتى هذه اللحظات، والشامخة واصلة بدون أوامر أيضا حتى هذه اللحظات. ولكن المنصوري المنصوري المنصوري، من يقدم بينونة؟ من يقدم بينونة؟ ولكن المنصوري جن جنونة وراح مع المركز الأول، راح مع النوماس الغالي، راح مع الانتصار. يا القحطاني، من يقدم الشامخة مع المركز الثاني؟ حرك روح مع الانتصار مع مركز الوصافة. الله
الله يا المنصوري. من يقدم بينونة 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 بالفعل بينونة أمام الجميع أمام الشاشات لجميع المشاركين لجميع المحبين. تمتعوا بهذا العرض الكبير عرض بينونة مع الأمتار النهائية يا المنصوري محمد بن زايد بن خلفان المنصور الشعار الذي اعتاد على خطف النواميس والألقاب. سلامي عليك يا محمد يا بن زايد يا المنصور على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت فيه الشامخة مشبب بن محمد بن فلاح القحطاني بعدما قدمت أداء تشكر عليه. المركز الثالث وصلت فيه خيرة سليمان بن سلامة بن سليمان إلى جهن. المركز الرابع وصل في شعار أيضا المنصوري زايد بن محمد بن زايد المنصوري مع المدينة. المركز الخامس لدى لجنة الخط والتحكيم. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام ها هي لحظات التوقيت الزمني 13 دقيقة 24 ثانية خمسة أجزاء من الثانية والتوقيت الزمني الحاضر مع بينون محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. قامت راس وانهت الشوط راس. لا باس عليك يا المنصوري لا باس على هذا العرض الكبير. أمتعت العيون بأجمل الفنون من خلال تقديم بينونة في الشوط الماضي. المركز الثاني وصلت فيه الشامخة توقيت الزمن 13 دقيقة 33 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. ومن قدم الشامخة مشبب بن محمد بن فلاح القحطاني المركز الثالث 13 ثانية 37 13 دقيقة 37 ثانية. بالوفاء والتمام حضرت فيه خيرة لسليمان بن سلام بن سليمان الفايد الجني. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا انقضى الشوط الماضي بانتصار بينونة وفي هذه اللحظات انطلاقة ختامية أشواطنا للفترة الصباحية مع شوط الزمول. وسوف يتواصل معكم الإعلامي علي بن سلامة البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته دائما وابدا نستعين ومنه سبحانه وتعالى نطلب منه السداد والتوفيق يا رب العالمين. باسمه الرحمن باسمه المنان دائما وابدا نستعين به وعليه نتوكل ومنه نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. إذن على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع بتعداد هذه الانطلاقات في الفترة الصباحية. شوطنا الثاني لفيت القعدان الزمول من المسافة 8 كيلومترات حاضرة ومتواجدة معنا هنا لتضم بطياتها أسماء عديدة شعارات كبيرة صالت ودارت في جميع الميادين حضرت هنا للمشاركة في هذا المهرجان الغالي مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه على أرضية هذا الميدان. الكل يريد أن يخطف الناموس الغالي ولكن أعود إلى المقدمة الأولى لأسرد على حضراتكم الأسماء المتقدمة الشعارات الكبيرة المندفعة. أتقدم مباشرة مع أول الشعارات شعارك يا الجهني. من يتقدم ويندفع في هذه اللحظات يندفع ويتقدم نادر بن فرج بن سعد المرواني الجهني من يندفع مع صدارة الشوط ليقدم لنا الحنيش على المقدمة الأولى. المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات والتسلل من شعار الشريف سفر بن عقاب بن مساعد الشريف من يقدم لنا سراب على مستوى ثاني الأسماء بهذا الأداء المميز. المركز الثالث القدوم أيضا من نفس الشعار ونفس المالك سفر بن عقاب بن مساعد الشريف من يقدم لنا اسمين من يقدم لنا شعارين لاختطاف
احتراف لقب الناموس الغالي في هذا الشوط. ايضا التسلل من شعار العامر يندفع علي بن محمد بن محمد العامر من يقدم لنا شاهين وماركة شاهين تندفع هنا وتتسلل وتتقدم الى ثالث الاسماء. رابع الشعارات ورابع الاسماء عبد الله بن خويران بن هادي العرجان من يندفع ويتقدم مع ناصي على مستوى خامس الاسماء. ايضا القدوم والتسلل والاندفاع الملحوظ من جبار سفر بن عقاب الشريف او رايد بن دخل الله القرشي من يتقدم ويندفع في هذه اللحظات. رابع الاسماء من غير الى رابع الاسماء بهذا الأداء الكبير بهذا العرض المميز. فلاح يندفع هنا مع جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري بهذا الأداء الكبير بدأ يتقدم ويغير من مركز إلى مركز. سابع الأسماء وسابع الشعارات يصل في هذه اللحظات ويتسلل ويتقدم هنا يندفع هنا مترك بن حميان بالمترك الدوسري من يقدم لنا مطالب ليطالب بالناموس ليطالب بالفوز الغالي في هذا المهرجان الغالي. أعود إلى مقدمة الشوط إلى شعار الجهني من يندفع هنا نادر بن فرج بن سعد المروان الجهني يندفع مع الحنيش مع مقدمة الشوط. لكن من تغير وتقدم هنا واندفع شاهين يصل في هذه اللحظات شاهين علي بن محمد بن محمد العامر بدأ يتقدم ويخطف الصدارة الأولى ليستلم زمام الأمور في هذه اللحظات مع المقدمة الأولى. المركز الثاني جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري من يقدم لنا فلاح على مستوى ثاني الأسماء يريد أن يفلح في هذا الشوط بلقب الناموس الغالي بلقب الفوز. المركز الرابع الوصول والتسلل من مطالب يتواجد في هذه اللحظات ليطالب بالفوز ليطالب بالانتصار مترك بن حميان بالمترك الدوسري من بدأ يغير. أيضا القدوم والتسلل من شعار الشريف سفر بن عقاب الشريف ليقدم لنا سراب على مستوى خامس الأسماء. أيضا الوصول من شعار آخر لسفر بن عقاب الشريف على سادس المراكز. سابع الأسماء يتواجد تعيكان بن جابر بن راشد المري من خلال مقدم لنا مكرم يا مكرم يندفع هنا أو مكرم يتقدم ويندفع هنا مع شعار دعيكان بن جابر بن راشد المري. وأيضا الوصول في هذه اللحظات من النايف محمد بن زمان بن محمد المرسان الهاجري الشعار الفعال في هذا المهرجان يتقدم ويندفع هنا من الجانب الآخر. أيضا الوصول في هذه اللحظات من رايد بن دخل الله القرشي يندفع هنا ويقدم لنا جبار أسماء كبيرة شعارات عديدة مندفعة هنا. ولكن الصدارة الأولى ما أحلاها ما أحلى الصدارة الأولى ما أحلاها ما أحلاها. غير صفر بن عقاب بن مساعد الشريف مع الصدارة الأولى ليختطف هنا ويكون رايدا لهذا الشوط يتقدم ويندفع مع سراب على المقدمة الأولى الملازمة والمطاردة من قبل طالب يندفع هنا. هنا مترك بن حميان بن مترك الدوسري من يندفع هنا على مستوى ثاني الأسماء من يقدم لنا مطالب ليطالب بالفوز والناموس الغالي. المركز الثالث الوصول والتسلل من الفلاح يندفع جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري على مستوى رابع الأسماء. خامس التحديات وخامس الشعارات شاهين يندفع ويقدم لنا علي بن
هنا محمد العامر من بدا يغير ويندفع هنا سادس الأسماء رايد بن دخل الله القرشي من يندفع هنا وسابع الأسماء الوصول من شعار الشمري من يقدم لنا الذيب عبد الله بن خلف النايف اشلاقي الشمري يندفع هنا ويتقدم بهذا الأداء الكبير أبناء حايل يطالبونك بالفوز والسلام ينتقل هنا ويغير من مركز إلى مركز في هذه اللحظات أيضا شعار الجهني على ثامن الأسماء من يتقدم مع الحنيش وتاسع الأسماء التسلل من الجانب الآخر يندفع هنا ويتقدم عبد الله بن خيران بن هادي العرجاني من يندفع مع ناصي وعاشر الأسماء يتقدم سفر بن مساعد الشريف مع جبار على مستوى عاشر الأسماء ولكن أعود إلى الصدارة الأولى أعود إلى زمام الأمور أعود إلى القيادة والريادة يتقدم في هذه اللحظات سفر بن عقاب الشريف مع القيادة مع الريادة مع الصدارة الأولى مع الكادر العلوي يندفع في هذه اللحظات ويقدم لنا سراب مع مقدمة الشوط يندفع هنا ويتقدم مع أول المراكز المركز الثاني لا زال فلاح يتواجد على مستوى الثاني الأسماء بشعار جابر بن عبد الله بن صالح الغفراني ولكن من بدأ يغير من بدأ يتقدم من الجانب الآخر يندفع النايف في هذه اللحظات بشعار محمد بن زمان بن محمد المرسان الهاجري من بدأ يتقدم ويغير مقدمة الشوط ليندفع هنا بالصدارة الأولى بهذا الأداء الكبير المركز الثالث لا زال في هذه اللحظات شعار الغفراني يتقدم مع فلاح على مستوى ثالث الأسماء وثالث التحديات رابع الأسماء هنا رايد بن دخل الله القرشي من يتقدم مع جبار أيضا وصول في هذه اللحظات من شعار ادعي كان بن جابر بن راشد المري يندفع مع مكرم في هذه اللحظات ليتقدم هنا مكرم على مستوى رابع الأسماء خامس التحديات من الجانب الآخر عبد الله بن خويران بن هادي العرجاني يندفع ويتقدم في هذه اللحظات ليختلط الحابل بالنابل من أجل الفوز من أجل الانتصار ولكن الصدارة الأولى القيادة والريادة في هذه اللحظات مع سفر بن عقاب بن مساعد الشريف من يندفع ويتقدم في هذه اللحظات القدوم من شعار جابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري من يندفع ويتقدم مع فلاح يا فلاح يا فلاح يريد أن يفلح في هذا الشوط بلقب الفوز والانتصار يغير إلى مقدمة الشوط ليستلم زمام الأمور يندفع هنا ويتقدم مع مقدمة الشوط المركز الثاني لا زال شعار الشريف على مستوى ثاني الأسماء وثالث التحديات الوصول من محمد بن زومان بن محمد المرسان الهاجري من يندفع ويتقدم مع الذيب على مستوى ثالث الأسماء رابع التحديات ورابع الشعارات يندفع ناصي في هذه اللحظات مع عبد الله بن خويران بن هادي العرج من يندفع ويتقدم هنا على مستوى رابع الأسماء خامس التحديات أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي من يقدم لنا مشاكل على مستوى خامس الأسماء أول نداء لهذا الاسم يصل في هذه اللحظات ليغير من مركز إلى مركز عين على الصدارة الأولى أبناء دولة الإمارات يطالبونك بالسلام يندفع هنا ويغير إلى رابع الأسماء سادس الأسماء وسادس الشعارات يندفع ادعي كان بن جابر بن راشد المري يندفع هنا ولكن أعود إلى الصدارة الأولى أعود
مع النايف 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 الشامخ يندفع هنا محمد بن زمان بن محمد آل مرسان الهاجري. من يغير هنا ويستلم زمام الأمور مع الصدارة الأولى مع الفوز والانتصار؟ المركز الثاني أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي يندفع هنا مع مستوى ثاني الأسماء، ثالث التحديات عبد الله بن خويران بن هادي العرجان، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من الدعيكان بن جابر بن راشد المري الكيل، والأخير ما يفصلنا عن الناموس. الله يا هذه الأسماء، الله يا هذه الشعارات، رباعية مميزة، رباعية جميلة، شوط الختام لمن يكون؟ الله اشتدت المعركة، اشتد الفوز. الله الله الله، الدعيكان الدعيكان بن جابر بن راشد المري أقرب إلى الفوز في هذه اللحظات، إن لم يكن رأي آخر لأحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي. من يندفع؟ أيضا شعار الهاجري محمد بن زمان بن محمد المرسان الهاجري، وأيضا هنا عبد الله بن خويران بن هادي العرجان. الله 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 الله، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، ما تفصلنا عن الفوز، ما تفصلنا عن ناموس هذا الشوط، ولكن الهاملي الهاجري الهاجري الهاملي الهاملي، اللحظات الأخيرة، اللحظات الكبيرة، يا بابا 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 بابا، اللحظات الحاسمة، الميتين متر الأخيرة، الهاجري الهاجري الهاملي، اللحظات الأخيرة، أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي، تهانينا له وألف مبروك من هذه اللحظات إلى دولة الإمارات، يذهب الفوز والانتصار، تهانينا له وألف مبروك. المركز الثاني محمد بن زمان بن محمد آل مرسان الهاجري قدم أداء يشكر عليه. المركز الثالث كان الوصول من شعر عبد الله بن خويرم الهادي العرجان، ورابع الأسماء وصل في هذه اللحظات عبد الله بن خلف بن نايف أشلاقي الشمري، وخامس الأسماء كان الوصول من شعار العرجان. إذا تهنينا تهنينا وألف مبروك لمالك مشاكل أحمد بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. كان توقيت الزمني 14 دقيقة 12 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، تهانينا له وألف مبروك. هذا كان توقيت الزمني لمشاكل الحاصل على الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول من النايف، قدم أداء يشكر عليه محمد بن زمان بن محمد آل مرسان الهاجري، توقيته الزمني 14 دقيقة 14 ثانية، جزئين من الثانية، هذا كان توقيت النايف الذي قدم أداء يشكر عليه. المركز الثالث كان الوصول من مكرم شعار دعيكان بن جابر بن راشد المري، توقيته الزمني 14 دقيقة 15 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية، تهانينا وألف مبروك إلى جميع الفائزين في هذا المهرجان الغالي. وكان هذا شوط الختام في هذه الفترة الصباحية، كما نذكر بأن الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر هذا اليوم. كل الشكر والتقدير إلى جميع اللجان القائمة على هذا الميدان، والشكر موصول أيضا لمخرجنا العزيز على هذه اللقطات الجميلة.